السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج ديزاين بيلدر من البرامج القوية جدا في مجال التصميم. ولو انت عايز نسخة مجانية فمجرد ان انت تدخل على الموقع هتلاقي فيه 30 day trial، فتقدر تحمله لمدة شهر مجاني. هنا هتقدر تحمل البرنامج، هنا هتحمل ادنس الريفت 22 ل21 ل2020، وتحمل برضو أداة تقدر تشوف من خلالها النتيجة النهائية فري فيور و19 و18، معرفش ليه محطش الريف كلهم مع بعض. المفروض يعمل أدنس ليه بقية البرامج. لما تيجي تفتح البرنامج هتلاقي إن هو معتمد على إنرجي بلس، وده أوبن سورس ديزاين بيلدر مش أوبن سورس، لكن الإنرجي بلس اللي معتمد عليه ديزاين بيلدر هو الأوبن سورس. اول ما بيفتح البرنامج ممكن نروح ل تولز وبروجرام اوبشن، هتلاقي هنا الانترناشونال تقدر تختار وحده اليونت بتاعتك، هل هي بالمتريك ولا بالانش، اس اي ولا اي بي. وهتلاقي على قناه بيم اريبيا شرح للديزاين بيلدر.